والدعوة لدعم الهيئات الرقابية وإبعادها عن التأثيرات السياسية احتل جزءا كبيرا من كلمة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في الملتقى الثقافي الأسبوعي، إذ اعتبر أن الموازنة المالية الضخمة قد تشكل خطورة كبيرة على مستقبل العملية السياسية وثقة المواطنين بالمسؤولين في حال لم يتم تخصيصها بصورة صحيحة. هذه الميزانيات النجومية ستتحول إلى وبال على الشعب العراقي وعلى المشروع الوطني في العراق، وستزعزع ثقة الشعب بهذا المشروع ما لم توضع في سياقها الصحيح. أبعدوا الهيئات الرقابية عن السياسة، ولنقف موحدين متعاونين متشابكي الأيدي في دعم هذه الهيئات. الحكيم انتقد أيضا تكرار الخروق الأمنية في مناطق متعددة من العراق، واعتبر أن قدرة منفذي العمليات المسلحة على التخطيط والتنفيذ بحرية توجب إعادة النظر في الخطط وبعض من يتسلمون المناصب الأمنية الحساسة. ضرورة مراجعة العناصر الذين يسلمون مواقع حساسة في الجهاز الأمني والتأكد من عدم انتمائهم أو تعاطفهم مع هذه المجموعات الإرهابية. إن وصول الإرهابيين إلى كل مكان وبالطريقة التي يرغبونها ليقوموا باستهداف المواطنين في المواقع الحساسة وفي المدن المقدسة تفنن في إيقاع أكبر عدد من الضحايا في مثل هذه التفجيرات. لكن الخروق الأمنية لم تمنع الحكيم من المطالبة بسحب القوات القتالية الأمريكية من البلاد في موعدها المحدد نهاية العام الحالي، معتبرا أن استمرار خضوع البلاد للبند السابع يحرمها من السيادة الكاملة. لابد من التأكيد من جديد على خروج القوات القتالية الأمريكية من خلال تنفيذ كامل لاتفاقية سحب القوات الأمريكية بنهاية هذا العام. رئيس المجلس الأعلى استغل فترة بداية العام الدراسي ليدعو إلى تغيير المناهج الدراسية بشكل يمنح كل مجموعة عرقية أو دينية فرصة دراسة ثقافاتها وديانتها. أي ضير في أن يذهب المسيحي ويقرأ في كتاب الدين العقيدة المسيحية بالطريقة التي تعزز تدين والتزام حسب دينه، ويذهب الصابي والإيزدي ليدرس كذلك، والعربي يفخر بأمجاده والكردي والتركماني والقوميات الأخرى كذلك. كلمة الحكيم شملت أيضا دعوة الحكومة العراقية لتوقيع اتفاقيات لتقاسم المياه مع الدول المتشاطئة معها، محذرا من تناقص الواردات المائية العراقية بنسبة قد تصل إلى 45% بسبب نشاطات تلك الدول.